افترضوا بان نيفوتي الموقع ديالك بغيت واحد الشخص يدخل البورتفوليو ديالو، دونك غادي واحد الفورمولا فين غادي يعطيك الزائر ديال الموقع البورتفوليو، ما كنقول البورتفوليو واحد اليورال، دونك يقدر يكون سميتو دوت ديف ولا سميتو دوت كوم، دونك واحد اليورال اللي هو كامل. تيب ديال الانبوت اللي غنخدموا بها في هذا الكا هي التيب ديالها يورال، ما يمكنش ندير تاكست. علاش ما نديرش تاكست؟ لان كاين واحد الفاليداسيون كتزاد نيفو ديال المتصفح وغادي نشوفوها دابا. دونك غنسوف غافدي ومن كان اجوتي انا واحد الفاليو غنزيد اي قيمه، غنفترضوا بان غادي نزيد واحد القيمه اللي هي على شكل ايميل، دونك غندير zirotohero@gmail.com. دونك هاد الايميل انا اللي درتو من غادي نساندي الكويري غيجي وغادي يقول لي بليز انتر ا يو ار ال. شفتوا هاد لافاليداسيون؟ انا ما درتهاش، ما حددتش حتى شي حاجه هنا، انا حددت غير التيب اوتوماتيكمون المتصفح دار هاد لافاليداسيون بوحدو. اون فوا كنبغي نساندي الكويري كيعطيني واحد الميساج ديفير ولا واحد الوارنين كيقول لي بليز انتر ا يو ار ال، يعني دخل يو ار ال، راه هاد القيمه اللي دخلتها هنايا راه ماشي يو ار ال، يعني اي قيمه دخلتها من غير يو ار ال. وغادي نحاول نساندي الكويري غيقول لي بليز انتر ا يو ار ال. نحاولوا نديروا هاد لافاليداسيون او نيفو ديال فايرفوكس، ندخل اي قيمه ونساندي الكويري نفس الحالة تيقول لي بليز انتر اي يو ار ال. نمشيو نفس الكا، نمشيو لسفاري ندخل اي قيمة، ندخل كمثال ثاني الايميل zirotohero1@gmail.com ونساندي الكويري، حتى هو عطاني نفس الحالة انتر اي يو ار ال، وهي عندي هنايا في الطوب. دونك بثلاثة عندهم واحد الميكانيزم متصفحاش بثلاثة في هذا الكا اناليزاو واش هاد القيمة اللي عندي يو ار ال، الا ما كانتش يو ار ال كيعطيني واحد الوارنين ولا واحد الميساج كيقول لكم كوا خاصك تدخل يو ار ال. سؤال مطروح دابا واش غتبقى نفس لافاليداسيون في السمارت فون؟ غنديرو تيست. عندي واحد الانبوت هنا، بعدا نشوفو اول حاجه شنو تبدل قبل ما نشوفو لافاليداسيون. اول حاجه عندي واحد جوج ديال لي توش اللي تبدلوا النيفو ديال الكلافي، عندي www وهنا سلاش باش عرفتهم تبدلوا. غندير هنا واحد تيب نديرو تاكست كمثال، غندير تاكست سوف غاردي، غنسيليكسيوني الاول اللي هو تاكست، كنشوفو بان الكلافي عندي هنايا نقطه وفيرغول. الا مشيت للثاني غنشوفو بان الكلافي تبدل، هايا www سلاش. الا مشيت حتى هنا ودرت ميل ديرو كمثال هنايا ايميل نصوف غافدي نمافريشي، دونك الثاني عندي هو ايميل، نمشي للايميل ونسيليكسيوني كتشوف بان عندي دوت كوم واروباسك، يعني هنايا اونيفو ديال اليو ار ال المتصفح في السمارت فون كيحدد بانني باغي نزيد واحد اليو ار ال وكيعطيني واحد لي تشوش اللي هما ساهلين في الاستعمال. www باش ندخل واحد اليو ار ال سلاش اللي غادي نكتب مثلا http://، ومن بعد غادي نكتب هذاك النوت دومين ديالي. دونك هنا كيعطيني واحد الهينت ولا كيسهل للشخص اللي غادي يخدم بالفورمولير ديالك بانه كيعطيه لاكس لواحد لي كاركتير باش يزيد هذاك النوع ديال الداتا اونيفو ديال اتش انبوت. نحيد هاد لي شون الاخرين اللي هما تكست وايميل ونشوف الفيريفيكاسيون واش غادي تكون. دونك غادي ندخل هنايا واحد الداتا اللي ماشي يو ار ال وغادي نساندي الكويري. من غنساندي الكويري كيقول لي بليز انتر ا يو ار ال، كيف ما كنشوفوا هنايا عندي بالضبط غنحاول ندخل شي داتا اللي هي فاليد، غندير http دو بوين وغندير واحد دبل سلاش zirotohero.com وندير جو، ما طرح حتى شي مشكل، ما عطاني حتى شي ميساج. باغ كونتر الا درت اي داتا اللي هي بيدون نقدر كمثال نعاود ندير zirotohero1@gmail.com ونساندي الكويري وغيقول لي بليز انتر ا يو ار ال. دونك لا فيريفيكاسيون كتخدم حتى نيفو ديال المتصفح عندي في السمارت فون. تعرضوا بان الشخص بغيت يدخل النمره ديال التليفون ديالو، في هذا الكا غنديرو التايب اللي هو تال، اشنا هي الخاصيه ديالو. وكنشوفكم كوا عندي واحد الشون ثاني اللي كيشبه الشون الاول، غير هو غتقول لي اوكي تيب تليفون، يعني الا دخلت نماري ودخلت كاركتر ما خصهاش دوز وخصو يعطيني واحد ليبر، ما عطاني حتى شي ايبر هنايا، دوزها بلا حتى شي مشكل. ها انا درت كاركتر ودرت نوامر وسانديت الكويري، لان التليفون ماشي بالضروره فيه غير نماري، راه بزاف ديال لي فورم عندنا في التليفونات راه يقدروا يكونوا دي كاركتر وحتى نماري. غتقدر تكون مثلا +212 ودير النمره ديال التليفون ديالك وتساندي الكويري. نشوفوا لا فاليداسيون اللي غادي تكون في المتصفح ديال التليفون. غادي نجي هنايا وغادي ندخل واحد النمره، عندي واحد الكلافي اللي هو خاص فيه نماري وثاني حاجه فيه سيمبلز. كيف ما قلنا راه التليفون ولا هاد لو شون اللي كاين هنايا بالضبط ديال التليفون ماشي بالضروره غادي يكونوا فيه غير نماري، راه خاص يكون فيه شي كاركتر. كيف ما قلنا نقدر ندير هنا +212 وندخل النمره اللي بغيت، راه هذيك النمره اللي غادي تدخلها انت ديال التليفون راه ما فيهاش غير نماري، راه فيها حتى دي كاركتر. عكس كمثال الا جيت هنايا ودرت نمبر، غنجيو ندير نمبر غنشوف بانه غادي يعطيني واحد الكلافي اللي هو مختلف. سوف غاردي نافريشي ونشوفوا النوع ديال الكلافي اللي غيعطيني ما بيناتهم بجوج، ما بين نمبر وما بين تليفون. نسيليكسيون الاول اللي هو نمبر، كنشوفوا بانه عطاني هنايا غير نماري، ونمشي للثاني اللي هو فون، عطاني هنايا نماري وحتى سيمبل باش نقدر نبدل سيمبل وندير سيمبل على حسب ديك النمره ديال التليفون والفورما اللي بغيت ندخل بها، اللي كيف ما قلنا راه ما كايناش فورما وحده، كاين مجموعه ديال الفورمات. نشوفوا دابا اونيفو ديال هاد البوست ريكويست شنو غادي يمشي. غادي نفيريفي هنا بعد في الاول هاد الانبوت تاعنا نمبر نحيدها، وبالنسبه لهاد اليو ار ال غادي نسميها مثلا نيم، بعدا خاصني النيم باش يمشي في البادي ريكويست، وغنسميه بورتفوليو، وهادي غنسميه مثلا تليفون، ندير التليفون ولا نسميها فون نمبر سوف غاردي.
ندخل واحد القيمة هنا غندير http://ZiroToHero.com وبالنسبة للتليفون غندير هنا +212 وغندير أي نمرة ونستند الكويري ونشوف شنو طرا بوست ريكويست. نمشي لتحت في البادي هاي بورتفوليو عندي اليو ار ال ديالي والفون نمبر هاي القيمة ديالو. نشوفوا لي زينبوت الاخرين اللي بقاو لينا شنو بقى عندنا هنا. بقى عندنا باتن وريسيت. نمشيو للباتن هي الاولى. اول حاجه غادي نحيد السبميت وغادي نزيد هذا الانبوت تايب باتن ونشوفوا شنو غدير هنايا بالضبط. غندير واحد الانبوت تايب باتن وغنعطيها واحد الفاليو كمثال وغنقول لها سند كويري. سند كويري اوكي سيف. نعمر فورمولير حيد هذه ندير مثلا واحد تايب تاكس باش ما يبقاش يعطيني هذه الفاليداسيون ونديروها دغيا. دونك غندير واحد الانبوت لي تايب ديالها تاكس اوف غاردي نافري شي. ومن بعد غندخل واحد التاكس وغنساندي الكويري. ما كتسانديش الكويري غندير واحد الفول سكرين هنا كتشوفوا بان الكويري ما كتمشيش حتى حاجه ما كتعطيني هنا في هذا النيتورك. دونك هذا البوطون اللي عندي هنايا بالضبط راه ما كتسانديش الكويري. يعني من كنزيد واحد الانبوت لي تايب ديالها بوطون ما كتسانديش الكويري ما كتصيفطهاش. باغ كونتر الا حيدت هذه ودرت سابميت نعمل الفورمولير نساندي غنشوف بانه ها هي الكويري ديالي بشات. الا كليكيت عليها غتشوف بان واحد البوست ريكويست بشات. نشوفوا دابا الانبوت الاخر اللي بقات عندنا اللي هي ريسيت. نحيد الديف تولز وهذا الباتن ما غاديش نخدم بها لاني باغي نساندي كويري. من بعد غادي ندير هنايا واحد الانبوت لي تايب ديالها ريسيت. اشنو غدير لنا هاد ريسيت؟ الا نفترضوا بان عندي واحد المجموعه ديال لي شون هنايا وكنعمر هاد لي شون كاملين بواحد المجموعه ديال القيم هاد ريسيت كتخوي ليا الفورمولير كامل ماشي بالضروره نديرها بجافا سكريبت. دونك اي حاجه انا عمرتها لسهوله الاستعمال غنجي هنايا وغندير ريسيت افون تيستيها او نيفو ديال التليفون ونشوف شنو غادي يطرا. دونك الا جيت هنا فورمولير وبديت كنعمر قيم وجيت للاخر وتندم معايا الحال قلت اوكي راه خصني نخوي هاد الفورمولير راه درت شي حوايج اللي بغيت نحيدهم غنجي وغندير ريسيت وغادي يخوي ليا الفورمولير كامل باش نعاود ندخل القيم اللي بغيت.